ما تاكلي بالراحه مسروقه على ايه؟ استنى انا اللي هفتح. ايا كان مين على البال هنسل الشبشب بتاعي على دماغه. يا حبيبتي وحشتيني قوي يا ليل، وحشتيني قوي. وانت كمان وحشتيني قوي يا صفية. يا قلبي صفية تعالي مش تعالي كده برضو يا ليل تقول عليكي صفية السبية والتجي كلها 7 سنين يا حبيبتي محرومة منك، 7 سنين سايباني مقطوعة من شجرة محدش بيسأل عليا ولا بيعن عليا. لميت حواليا شوية الغجر دول قلت يعوضوني غيابك هجيب لك تاكي. أنا عايز أرتاح. بس واضح إن صفية بتحب ليل قوي على فكرة. حب خالص من غير بقى ولا شهوة ولا قرف. شكلك متعقدة قوي من الرجال. أكرهه. أيوة بكره الرجالة. الراجل بيتعامل مع الست على إنها محل بقالة، ياخد اللي هو عايزه من على الرف، بضاعة ومعاه تمنها. ايه ده؟ تاني يا عبير؟ رايحة فين؟ همشي يا عصام. اغزي الشيطان وارجعي بيتك اولى بيكي. البيت ده عمره ما كان بيتي. اخر حاجة حلوة بينا خلصت من زمان. ما بقاش فاضل مني غير خدامة. سبت اهلي ومشيت ورا كلامك. اخليكي نجمة. هكتبلك مخصوص. جوازنا هيحميكي من الوسط. كانت النتيجة ايه؟ جري الكاتب طول النهار يتكلم عن حرية المرأة، لكن في بيته مع مراته شايف ان الست ملهاش غير بيتها وبس. هتلفي وترجعي. حتى لو هسف التراب مش هرجع لك تاني. هتسف التراب وهترجعي لي. اروح لهم عشان اشوف البيت الوقت يسيب شغله ويلزق لنا زي ما يكون هخطفها ولا هعمل فيها حاجة. انا لولا البيت كانت بتبقى وحشاني ما كنتش اروح لهم ابدا عشان معاملته الوسخة دي. انا كمان بقيت مستغربة قوي في الفترة الاخيرة. تخيل يا صفية سنة بحالها ما يحاولش يجي يزورني وفي الاخر اخرج الاقيه خد البيت اللي حيلتي وطفش. تفتكر راحوا فين؟ ما يمكن شايف ان دي مصلحتها. يا ترى راحوا فين؟ انا ممكن يجرالي حاجه يا صفيه لو ما عرفتش مكانهم. بعد الشر عليك ان شاء الله هو. وبعدين برضو ما انت غلطان رحتي كتبتيلي اللي وراكي واللي قدامك شقه عمرك يا خايبه. كنت عايزه نعمل ايه؟ كنت بحبه. بعت اللي ورايا واللي قدامي كله عشان خاطره. حتة الأرض اللي كانت حيلتي مع الفلوس اللي استلفتها منك كنت عايزة أحقق له حلمه.
عامل له مستشفى صغير عشان يبقى دكتور كبير. صدقي الواد ده انا عمري ما ارتحت له، ما دخلش قلبي خالص، ما اعرفش ليه حاساه كده عيل سيس. انا مش عارفه يا اختي انت حبيتي فيه ايه، وما استغربش ابدا لو خد البت وخلع بيها. انا كل الكلام ده ما يهمنيش يا صفية، انا اللي يهمني بس بنتي مريم. الاسبورت سنين كتير، خلاص بقى الصبر نفس مني، بس هيروح مني فين؟ ان شاء الله حتى افتح المندل، المهم الاقي بنتي. عايزه بنتي يا صفية، عايزه بنتي يا صفية. يا حبيبتي كفاية بقى قطعتي قلبي. اتفضلي اتفضلي. شكرا كتر خيركم. اوصل يا بنات. على فكرة فرح سمسم قرب، واحنا كنا وعدنا ان احنا هنرقص لها ونغني لها. اعمل ايه بقى؟ حظي وحش، المدام شكلها تعبان. ما تجي تتفرجي، دول بيرقصوا رقص. شوف الرقصات. على فكرة احنا سمعنا انك بتعرفي ترقصي احلى كمان من صفية. لا مفيش احلى من صفية عمران. انا طبعا مفيش زي، بس ليل بقى بنت اختي تربيتي واحسن مني كمان. لا تقولوا صفية عمران ولا صفية زغلول. مات يلا يا جماعة ألغى الدانس. أو النبي بليز ده فرح عشان خاطري، عشان خاطري. يلا بقى وريني رقصي. هغير هغير وهطلع وراكوا. حاضر. شو؟ طب تعالي انت. طب سيبوها تغير. طب تعالي انت. يا حبيبتي يا حبيبتي، اهلا وسهلا. طب ما تشيلي دي، تعالي بسرعه. شغلي الشريط اللي انت بتاعي جوه ده.